عندك ميكرو قلب الدائين في تونس سيعلنون عن انفسهم من خلال نمط صحفي ويجب ان قناه الاحتفال بالذكرى 108 من حضرة الله. المفروض هذا يكون معناتها احتفال داخلي معناتها يعني باش يحضر هون تو مش مسجل عليه معناتها ندوه صحفيه قال انه مش مسجل عليه حضور في المحفل البهائي التونسي. فحسيت وكانه في نوع من شكرا لك. نحن الزوزاز الان تفضل بك على الموقع بعد اذنك اختي العزيزه نبدا من السؤال الاخ. يعني للوضوح كل المراسلات اللي خرجت من مكتب الاعلام للبهائيين كل اللي هو الممثل للمحفل الروحاني المركزي من الناحيه الاعلاميه كل المراسلات كان فيها الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لميلاد حضرة باب الله، معناها كل الصحفيين اللي وصلهم يأكد على هذايا، ما فما حتى لبس، ما فماش حتى شيء قيل ثم اليوم جيت لقيتوا أشياء شيء آخر، هذايا للتوضيح، لكن في نفس الوقت في البيان بتاعنا أشرنا لوجود البهائيين قدمنا اللي هم عندهم يد سناء إلى آخره واللي الاحتفال صاير تحت إشراف المحفل الروحاني المركزي. فرجاء لو ترجع للكوميونيكي وللانفيتاسيون تلقى بكل وضوح أنه بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد حضرة باب الله. بالنسبة لتفاعل المجتمع معنا من المجتمع بصفة عامة والسلطة، والله صراحة احنا جزء من الشعب التونسي. يعني أنا شخصيا من عائلة الوالدة تبارك الله حشت رقدش من مرة وعمرها، يعني احنا جزء من الشعب راهو، شعبنا هذايا عزيز علينا وشعبنا والناس اللي تعرفنا بصفة عامة معناها باش ما نختاروش، نحن ناس يعني في خدمتنا مع جيراننا معروفين كبهائيين، لأنه البهائي لا يخفي هويته الدينية بل بالعكس أكثر من هكا، معناها هي فخرتنا، هي تاجنا، هي معناها هي تاج على ريوسنا، معناها هي ممنوعين لها الهوية البهائية. ففي كل الأماكن اللي نعيشوها نشارك مجتمعنا هويتنا ديننا معتقدنا ويهنينا ويباركونا. لكن بالطبع معنا خلينا نكون صراحة، يعني الدواعش البعض اللي مشى رام توينس يعني أكيد فما تطرف أيضا في المجتمع التونسي ما يخفش على حد، والتطرف لا عنده لدين لا عنده لون لا عنده هوية لا عنده عرق لا عنده، فينجم يمس كل المنظومات الفكريه بما فيها ممكن انا عندي في جزء من تفكيري لعله وحسيت جزء من التطرف. لكن احنا كبهائيين نشتغل على انفسنا، هدفنا مزدوج، هدفنا انه نغير من انفسنا، نكتسب صفات روحانيه من محبه من عطاء من كرم، ونساعد مجتمعنا في انه يكتسب الصفات هذه. وبناء عليه البهائيين منخرطين في كل مناحي المجتمع، عندنا محاضرات تقدم، عندنا معنا مشاركات اكاديميه واجتماعيه الى اخره تسعى الى انها تساعد الاطفال والشباب والكل على انهم يكتسبوا صفات روحانيه. وكل فعالياتنا اللي نقدموها احنا في العالم وفي تونس هي مفتوحه لعامه الناس، ما عندناش لانه حضره باب الله جاي وحده الجنس البشري، فالوحده تقتضي الوحده في التنوع، مش وحدة بطريقة هكا مونوتون كتوابع السكر، مش معقول، جسم الإنسان شاهد على تنوعنا وعلى تعددنا، فأي تفكير يمشي في النمطية تفكير غير مواكب العصر، لأن العصر منفتح، أولادنا وبناتنا تسافر وتقرأ في العالم وتعيش وإلى آخره، فإحنا كبهائيين منخرطين. بالنسبة للسلطة، بالطبع يعني إحنا كنا شركاء في عملية البناء وفي عملية كتابة الدستور، وحقيقة جللنا وكيش يقولوا مجدنا وشكرنا وهللنا بهالدستور الشيق الرائع اللي أكيد فيه هنات أكيد فيه نقائص، لكن بصراحة في أشياء جميلة جدا لو تفعل الناس كل تعيش في بحبوحة وتعيش في راحة. لكن للأسف يا فما يا كولتور شكون أبيل لها كولتور دو ديني، لو ديني معناه أنك موجود وما نشوفكش، ما نحبش نشوفك، تيهاني هاني قدامي، تيهاني كلام فيك، تيهاني مؤسسة عنا كجامعة بهائية 100 سنة تواجد. تقريبا 100 سنة من المراسلات للحكومات وللدول في تعاقبها وفي تتاليها. لكن للأسف فما اختيار لعدم مواجهة. حتى يعني فماش رد معناه يتجاهلوا. مؤخرا بطريقة عملية
مؤخرا يعني فما مضايقات ساعات كبيره تصير للبهائيين، احنا ما نمتهنوش البكاء، لكن كان فما احد الشباب تم تقريبا باش نقول كلمه اعتقاله في داره مؤخرا، هزوه من داره الشرطه، الشرطه بزي مدني لا مدوا له بطاقه، ركبوه في كهرباء لا عائلته تعرف حتى شيء. ثلاثة سوايع في التحقيق، ثلاثة سوايع يقولون له رانا احنا بالتربيه نحكي معاك، ثلاثة سوايع هما في التربيه والاخلاق، ثلاثة سوايع هما معسوفين بالتربيه والاخلاق، ثلاثة سوايع. علاش؟ شنو اللي عمل؟ يا اخي اذا كانوا تجاوز القانون، اذا كان احنا كبهائيين خرقنا للحظه القانون، يا اخي عاقبونا، حطونا في الحبس. يا اخي اذا كانت وانسه احنا نحب نكون موجودين في العالم بكل وضوح، اذا كان ما يراوش خلي يقولوا، خلي العالم يسمع، خلي تونس تسمع اللي احنا فما جزء من الشعب التونسي غير مرحب به. اذا كان المواطنه ما تقتضيش المساواه، اذا كان المواطنه ما تقتضيش العدل على اي مواطنه نحكي، اذا كانت الديمقراطيه ما تقتضيش المساواه، ما تقتضيش الاختلاف والتنوع على اي ديمقراطيه نحكي، خلينا نكون صراحة، احنا ما معناها في تمشينا كبهائيين، تمشي المحفل الروحاني المركزي مش مطلبية بل بناء وعي، نحن نصبو انه نبني وعي في نحن، ماناش غير متوانسة، نأكد على هذا، ماناش احسن، مش خاطر اصبحنا بهائيين ولينا جايين من كوكب اخر، احنا جزء من الشعب هذا، امنا انه يلزمنا نعتقد في المساواة، ما عنديش خيار، مساواة بين المرأة والرجل، ديني يقول لي هكا، امنا بانه اسود ابيض مسيحي يهودي ملحد هو اخوي، ما عنديش خيار، جوني باروش نقول فيها بالمعنى الجميل للخيار، فهذا جزء من لا يتجزا، نتمنى هالوعي اللي احنا هوني لوسيل فقط ملح، كما يقول يتفضل السيد المسيح، كما قال سيدنا عيسى في الانجيل، احنا الملح، احنا الخميره، نتمنى انه نبني اكثر فاكثر الوعي فينا ودولتنا وشعبنا. يا أخي أنا اليوم باش نرجع للفتة اللي تكون لسنا اليوم في موقع باش نقولوا ديننا صحيح ولا غلط، ما جيناش باش نحكي على هذا، احنا مختلفين في معتقدنا، هل فما مشكل؟ هل فما مشكل في أنه يكون مواطنين مختلفين في معتقدهم؟ إذا كان اتفقنا في أنه الاختلاف والتنوع راهو ثروة، رجاء هات بني تونس الجميلة لتنوعها وتعددها. كيفاش؟ بلي تفضل بعدين. انا هنا باش نسال، انتم عندكم 100 سنه موجودين في تونس. نعم. كثير 100 سنه ما عملتوا حتى كونفرنس، فصار معناها صحيح عشتوا وعطيتوا مراسلات وجيل ثلاثين، لكن حتى مره ما قررتوا انه تظهروا للبليك للإعلام أول مرة في القضاء هذه. هل أنت ترى الأرضية في تونس أصبحت ملائمة باش أنتم تظهروا وتحكيوا على تواجدكم؟ يعني ما خممتوش ما تخوفتوش خاصة من الطرفين تحكي مثلا من الدواعش، علاش توا قررتوا تظهروا؟ علاش مش قدرت؟ علاش مش نظرت؟ ثم سؤال آخر. لا سمحني، أنا في نفس السياق أنا نحب نفهم حاجة. تفضل. ما مدى ارتباط النبي الصحفي نتاعكم والاحتفال نتاعكم حاليا، وهذا حقكم. شكرا. ما مدى ارتباط هذا بالحملة الدولية اللي توا بارزة في العالم ونعرف شكون وراها؟ دول عظمى كبيرة لدعم الأقليات الدينية والعرقية وكل، خاصة في العالم العربي، في الكرد، في البربر، في الجزائر، شيء في تونس المزير، في ليبيا، ثم دينا تويكا نتوجه الجانب الديني إلى معناه من يحرك هذا الشيء، لأن احنا قرينا ونعرفوا أنه كما جهات ما نقولش معناها مش واحد يكون حتى يمكن علم جهاد تحركها أجهزة في دول أخرى، وشفناها في تونس بداية من عام 2011 اللغة اللي نتاع احترامي لكل من يحصل لنا ثورة
يعني نعرف شكون اللي وراها وشكون اللي جا وشكون جا وكيفاش اللي جا من قطر واللي جا من الإعانة الأمريكية واللي جا الدراسة إذا أنه هدايا اليوم مع اللي صاير في بجاية في الجزائر مع اللي صاير في المغرب مع اللي صاير في سوريا الأردن بدأت الأمور تتحرك أيضا في لبنان كذلك راه حكم الابتلاء ونشوفوا فيهم هذا الكل يعني من دراه جاء من أول الدنيا نعم لبنان فيها ألف طائفة من أول الدنيا لا 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 ما نشتري سمح أنه البهائية بدأت في تونس عام 21 بقدوم السيد الكردي الذي هو أزهري يقال أنه أزهري وبعد ذلك وقع إيقاف أو إبطال نشاطكم حتى العام 84 معنى هذا آخر 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 إيقاف للنشاط يعني ندرى نتصور أنا بحكم السيد ندرى هل الإيقاف هذا أو التعطيل أو عدم الاعتراف وكل هذا جاء هكذا من فراغ أكيد فما أجهزة بتاع الدولة اللي عندها وسيلة تصور الزيتونة للكلمة أنهم رأوا في الأمر وهم وراء المنع. صح. شكرا. نفس السياق وقصي. أول سؤال كنت سألته زميلتي. أما حبيت نأكد عليه حتى فعلا أنا أول مرة نسمع ندوة للبهين نعرفه وجوده وحتى بعض الأسئلة عنه جيت معه كنا حتى كنا نعرف كنا نبقى مشكلة في المسادة. تعرفش بدون يسألوا شكون بهي عن العائلة شكون كذا. لك سؤال مهم هل هو اختيار منكم على الشتوشي. الثاني سؤال هو بخصوص تمويل المحفل الروحاني مركز البهين في تونس. في البهائية ليس ثمة مساجد ولا طول ولا كنائس ولا كل إنسان يصلي بمفرده في بيته يعني مهم جدا أنه لأنه الإطار الزماني والمكاني والفكري اللي جاء في حضرة باولا هو أنه الفرد الانديفيدو إليبر معنا دو سا كونسيونس دو سا فوا فحرية الضمير حرية المعتقد تتماهى وتتماشى مع روح العصر العصر الإنسان لازم الفرد يخاطب الله سبحانه وتعالى فماشي دور عبادة لكن في العالم في بعض القارات فما ما يسمى لي تومبلومير تلقى مثلا في الهند مشارق الاذكار او في كامبالا في افريقيا او في المانيا او في امريكا هي دور عباده لتجسيد وحده الجنس البشري ووحده الاديان فيدخل الاماكن هذه في دلهي ولا في كامبالا في افريقيا ولا غيره كل انسان ايا كان المعتقد نتاعه ايا كان الضمير يدخل في خلط وفي لحظه صفاء يناجي مولاه ولا يناجي اي معتقد هو يناجيه هذا بالنسبه لي دور العبادة بالنسبة لدور الإعلام أنا باش جوفيتيتيي كما يقول الفرنسي سامحني باش نرجع لك أنت نرجع لكم اللي كنتم الإعلاميين هل عارفين عام كان من شغال 92 كان فما صحافي جريء جدا جريء جدا أنا الصحافي هذا يقدروا ياسر اللي هو سلهادي أحمد الله يذكره بالخير سلهادي أحمد معناه من الأقلام الرائعة في تونس سلهادي أحمد اتصل بالبهائيين وكتب مقال نزل في الرياليتي أليبوك مقال من أعلى تراس بالله مقال للتدوين للباحثين والله لأنه اتصال مباشر وعائلة وامدادوا بوثائق إلى آخره فرجاء يعني العملية رأي العملية هي تشاركية يعني مش إيه أختي العزيزة أختي العزيزة احنا كانت مضايقات علينا ما عندناش الحق حتى في انه ايه جياريف فالعمل الوعي هو جماعي وعي عند البهائيين ووعي عند الصحفيين نحن ماناش خارقين للعادة ناكد على النقطه هذه نحن ناس نتحسن في فكرنا نتحسن في وعينا
لكن كانت ديما عنا مبادرات انه نتصل، اتصلنا بالعديد من الصحفيين في العديد من المناسبات بالعديد من الجرائد. هل تصور كانوا يكتبوا لنا؟ كانوا ينزلوا جرائد، ينزلوا مقالات؟ لا، جامي دو لافي. ان فوا يهبط مقالات للسب وللتخوين وللتكفير ولما نعرفش شنو، ونتصل احنا. فما في بالكم تصلاح ولا لكن أكيد جيريف أكيد الوقت الحالي أكيد أكيد المساحة فتحت، يعني ناس كل ولد عندها من حقها، الدستور أصبح جلي، أصبح واضح، حرية الضمير، حرية المعتقد، يعني أي إنسان بشيء أو أي مؤسسة دولة تقول غير هذا هي أنا بورتافو بالنسبة للقانون وبالنسبة للدستور. يعني يا سيدي أنا نرجع للحملة الدولية دولية للأقليات يا أخي احنا شنو نطالبوا؟ احنا جزء من الشعب التونسي. لو عندك عليا اي تجاوز، لو شفت في سلوكي في 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 حياتي في ممارستي اي تجاوز، يا اخي شنو اللي باش تفعل؟ تفعل تخمينات في راسك، تفعل زوبعه في مخك انت وتقول انت هذوما؟ لا يا اخي، طبق القانون. ايجا هزني الحبس، ايجا دخلنا الكل كبهائيين باولادنا باولاد اولادنا دخلنا للحبس. اما انك مش من حقك انك انت تعمل ان سيناريو ينجم يكون صحيح، ينجم يكون غلط، لكن في مخك شنو اللي باش يحكم؟ شنو هو الفيصل؟ لاني انا نجم نقول عذرا سيدي، نجم نقول انت قاعد متآمر ضد تونس لنفترض. بالله عليك هل عندي الحق نقول هكا؟ انا اقول لا، اذا كان ما عنديش اثبات مش مسموح. ما هو الفيصل؟ في الدولة تحت النفس هو العقد، العقد الاجتماعي، العقد القانوني، العقد الدستوري. اي تجاوز يقابله عقوبه، يعني يقابله حبس، يقابله ما نعرفش شنو بوتونس يقابله. لكن في غياب هذا سامحني انا ادعوك للقانون، ادعوك للدستور، لا تعيد حتى شيء. مانيش ندعي فيك للرساله البهائيه لانه التبشير محرم في الدين البهائي، ما نبشروش، لكن ندعو للقانون. كيفاش خلينا على الاستاذ، خلينا على ذاك باش تحتكر الكلمه. لا كيفاش من الناس، كيفاش تستقطب الناس؟ ما احلاها الحركه بيدك اللي عملتها هكا. باش نجاوب على السؤال على برك. اذا سيدي خويا بالنسبه للتحريك وما نعرف شنو، حقيقه انا والله ما عندي جواب. انا اللي نعرف اللي احنا خطونا خطوات قبل حول الدستره، حول القانون، حول الاعتراف. اول ما الفرصه كانت اسمح واكبر والوعي كبر ونضج اليوم في المجتمع التونسي، احنا على طول زدنا دعمنا هدايا، دعمنا الخطوات السابقه وثمنا. بالنسبه للتمويل نتاع المحفل، كلمه واحده كونسيرنون عليه توا سبيسيفيكمون هاجر، خاطر توا سي ان ايفينمون سبيسيال للبهائيين، واللي نحسبوه ماهوش سبيسيال كان البهائيين.